يروح على طول للجهة اليسرى والتحرك الآن من مارسيلو القائد بحط الكرة بيزيد على السدر. الناس تصفق، شوف هنا الصغير والكبير والأجواء الرائعة. ياه يا بنزيما صفقوا له وصفقوا على لقطة، ما هي مش جول، هي ما جت جول، هي ما كانت هدف، هو على طول بالصدر وبعد كذا بالقدم اليسرى ثم في العارضة.